عن انواع الواي بروتين. هما 5 انواع: بروتين الكازين، السيريس ماس، الواي بروتين اللي هو العادي، واي بروتين ايزوليت، واي بروتين الهيدرو اللي هو ده. مبدئيا لازم تكونوا عارفين ان كل انواع البروتين دي مستخلصه من مصل اللبن، بيعدي كذا مرحله وبيفلتروه لحد ما بيوصل للشكل ده. ان هو يكون بودر بالشكل ده. هنمسكهم نوع نوع. النوع الاولاني الواي بروتين الكازين، هو زي كده بس ازرق من هنا، وده ابطأ نوع من حيث الامتصاص، ممكن يقعد في الجسم يمتصه لحد 7 ساعات، بيمد الجسم والعضلات والاعضاء من جوه بالبروتين، وعشان كده ده ينفع ان انت تاخده قبل النوم او في شهر رمضان. طبعا انت بتقعد صايم فتره طويله، فدوت هيقعد يمد جسمك بالبروتين اللي انت هو محتاجه طول فتره الصيام دي. العلبه بتاعته بتنزل 4 باوند، اللي هو كيلو 800 جرام، والسكوب بتاعه بيكون 24 جرام بروتين. النوع الثاني وهو السيريس ماس. السيريس ماس هو برضو نفس الشكل من هنا، بس من هنا اخضر، ودوت ينفع للناس اللي هي بتعاني من النحافه بزياده، اللي هي وزنها 50 كيلو 60 كيلو، والناس اللي هي حرقها عالي، لان هو بيكون عباره عن بروتين ومضاف عليه كارب وسعرات عاليه جدا. الجرعه بتاعته بتكون 50 جرام بروتين و250 جرام كارب، يدوك 1250 سعر حراري، بيبقى مضاف عليه انواع من الفيتامينات والمعادن، طبعا قليلا من الكرياتين والجلوتامين. انا بنتكلم عن كل واحد من العنصرين دول في حلقه لوحدهم. نيجي بقى للنوع الثالث والاشهر في عالم كمال الاجسام، هو النوع ده الواي بروتين العادي. 20% عبارة عن اللاكتوز ودهون، اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، ده مناسب جدا في فترة التضخيم، حتى الناس اللي حرقها عالي او معتدل تقدر تكمل منه باقي احتياجها اليومي من البروتين. الاسكوب الواحد منه بيكون 24 جرام بروتين و4 جرام جلوتامين و5 جرام بي سي دبل اي اللي هي احماض امينية. دي كده وزنها 5 رطل، اللي هي 2 كيلو و300 جرام، وده امتصاصه بيكون من ساعة ونص لثلاث ساعات. نيجي للنوع الرابع الواي بروتين الايزوليت. ده منتج عبقري جدا، ينفع في فترة التنشيف، لان هو خالي من الدهون وخالي من اللاكتوز، 90% منه بروتين، مر بمراحل الفلترة اكتر فبقى نقي اكتر، فبقى نسبة البروتين فيه 90%، وبيتم امتصاصه في خلال من نص ساعة لساعة، ودي برضو وزنها 5 رطل اللي هو 2 كيلو و300 جرام. السكوب بتاعها بيكون 25 جرام بروتين و5% بي سي دبل اي الاحماض الامينيه و4% جلوتامين. والنوع ده بينفع جدا للناس اللي عندها حساسيه من اللاكتوز، لان هو خالي من اللاكتوز تماما. نيجي لاخر نوع معانا وهو الهيدروي. ده منتج ناتج عن تفكيك البروتين لجزيئات صغيره جدا، بتخليه سريع الامتصاص لدرجه ان هو ما بيقعدش في البطن كتير، ما بيقعدش في الدم كتير، من تلت ساعه نص ساعه بيكون دخل جوه العضلات والجسم امتصه، وده الوحيد ان هو ما بيرفعش الانسولين، وبالتالي ان النوع دوت هو بس اللي مصرح بيه اللي انت تاخده بعد التمرين مباشره. اي نوع من انواع تانية هيرفع لك الانسولين، اي اكل هيرفع لك الانسولين. لو عايز بروتين بعد التمرين مباشره هيكون الهيدروي، لان هو ما بيأثرش على هرمون النمو الاشد افرازه بعد التمرين مباشره، وبيتم امتصاصه في خلال من 15 ل 30 دقيقه. السكوب الواحد منه بيكون 30 جرام بروتين متضاف عليه 9 جرام من الاحماض الامينيه بي سي دبل اي زي الويسين والايزولوسين والفالين. العلبه وزنها ديت كيلو ونص او كيلو 600 جرام. نصيحه مهمه يا شباب، الحاجات دي كلها اسمها مكملات غذائيه، بتكمل احتياجك من البروتين. محدش يعمل شيكر ويحط عليه شوفان وياخده كوجبه فطار ويقول لك انا هنزل اتمرن، انت كده هتدوخ وهتتعب. لازم تاكل كويس وبعد كده تاخد ديت كام مكملات اللي هي بتكمل لك اللي ناقص من يومك.